طب ايه يعني. رأيك لما نروح اتفضل. نسمع رأي الفلاحين في مشاكلهم وناخد مشاكل الفلاحين من على ألسنتها؟ نروح لتقرير ونرجع مرة تانية. اعتبر الفلاح هو عمود مصر، جميع اللي في مصر وفي القاهرة أكله من إيد الفلاح، وأصبح الفلاح تعبان. سماد غالي، شكارة الذرة بنجيبها ب 230 جنيه 5 كيلو، ونيجي نسلم ما بنعرفش نسلم. مشكلة دلوقتي بتواجه الفلاحين هي مشكلة التقاوي، دي من ضمن مشاكل كتير جدا بتواجه الفلاحين، إن مشكلة التقاوي بنشتريها دلوقتي من شركات خاصة، وأحيانا بتيجي تقويات مش مضمونة، والفلاح بيخسر أصل الزرع لأن التقوي نفسها طلعت وحشة. فين وزارة الزراعة لما كانت الأول بتنزل تقويات؟ كانت بتنزل ذرة وبتنزل قمح وبتنزل جميع كل الأصناف اللي كنا بنزرعها، كانت وزارة الزراعة موجودة. وزارة الزراعة خرجت من الموضوع خالص نهائيا، وتركت الفلاح هو والشركات الخاصة بقى وما تفعله الشركات الخاصة. بس أتكلم عن مشكلة المبيدات الموجودة في السوق النهاردة. إذا كان في 2000 مركب مسجل في وزارة الزراعة، فالنهاردة في أضعاف لهذا المركب، هذه المركبات وعدد الكم الكبير الموجود في السوق غير مسجل في وزارة الزراعة، وهذه المبيدات ضارة بالإنسان وضارة بالبشر. فيجب على الفلاح أن ينتقي المبيد المسجل في وزارة الزراعة، ولا يخضع المبيدات المسرطنة المغشوشة التي كثرت في السوق المصري. مشاكل الفلاح هنا بتتلخص في جمعية زراعية اللي هي تابعة لكل منطقة. الجمعية الزراعية المفروض توفر لي التقاوي والمبيدات عشان أنا أستفاد منها كمواطن أو كمزارع، لأن الحاجة دي أنا بجيبها من سوق السوداء بره أو من السوق الخارجية بأسعار يعني مرتفعة. أنا الجمعية الزراعية المفروض توفر لي أو تدعم لي، حتى لو مش هتدعم لي الحاجات دي تداني بسعر رخص، خدها من الجمعية أضمن. مشكلة في البنك بتاع الائتمان الزراعي إن الوقت الملك مأجر للفلاح الفدان ب 6000 جنيه، وبالتالي بيصرف هو الملك، يصرف الكيماوي، والمفروض ان المؤجر هو اللي يصرف الكيماوي عشان هو اللي بيزرع الارض، هو ابدا انه يصرف الكيماوي عشان ما يشتريش في السوق السوداء. يمكن كنا عايزين نعقب على مشاكل الفلاحين ورأي الفلاحين فيما ينقصهم في الفترة القادمة.